بخصوص الأحداث المؤسفة المؤلمة التي حصلت في مدينة دار البيضاء قرب محطة طرقية، المغرب يتوفر على إطار لتدبير وضعية المهاجرين هنا، ولهذا تم فتح عملية ثانية لتسوية وضعية المهاجرين، وتم التقدم بطلبات مقاربة ذات طبيعة إنسانية تقوم على تسوية الوضعية، تقوم أيضا على صيانة الكرامة، ضمان حقهم في الصحة، في التعليم، في السكن، ووضع أطر تمكنهم من الاندماج، لأن المغرب ليس بلد يعني رافض لأي مقيم أجنبي، بل بالعكس طبيعة المجتمع المغربي، تاريخه، تقاليده، أن بلدنا كان بلدا مضيافا مستوعبا. هذه الأحداث فعلا بما كشفته تطرح علينا تحديات ذات طبيعة قيمية، باعتبار أن ما حصل في جزء منه يسائل هذه القيم ويفرض علينا الرفع من فعالية هذه السياسة واستيعاب هذه المعطيات، لأن الكرامة الإنسانية، احترام القانون، ترسيخ قيم التعايش الإيجابي والمنتج، ونبذ كل شكل من أشكال العنف أو التمييز أو أي شكل. ولهذا السلطات المختصة يعني تابعت الموضوع، وبالنسبة إلى الموقف كان حازما بضرورة العمل على عدم تكرار ما حصل والتوجه إلى معالجة الأسباب التي أدت إليه.